شلونهم الجناية؟ شو اخباركم؟ اموركم سلام مقبول ان شاء الله. شباب شباب اليوم قاعدين متاخرين تقريبا هسه الساعة بثمانية فصل ماكو اخذتنا النومة وهسه راح نهد الحمام سوا. يلا تعالوا ويانا خلنا نهد الحمام سويا. طبعا ذن البحور شباب بعد وياهن سوى كل هذا منتقعده الطير راح يوقع هو اللي يوقع ذاك واحد جوه كل اللي يعرفه والثاني وين يا شباب الثاني هذا على المعلف هذا ابو جره هسه مطير هي ما تطير شو تقولون انتم الوقت هسه مو لها يا الله يا محمد يا علي خلي بس الاشعل هذا لان ما بيخلق يا الله لك نعثيرة عيس الله على محمد والله شعدك ظلت هنا انزل يلا انزل صلى على محمد وآل محمد. شباب نريد منكم لايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى اليوم نخلي وقت قليل حتى لو 5 دقائق 4 دقائق فوق لان امس ما نشرنا لكم قلنا اليوم ان شاء الله ننشر حتى لو صيد ماكو بس راويكم هزمة الحمام تعالت صورة صحيحة هاي صلى على محمد وآل محمد قبا هاي لو صبح اليوم لا بالله شردت قبا انت شو كنت هنا واقف انزل شباب شنو هذا الشاملي الكل يعرفه طلعنا الشاملية البسوت لان هو بالاخير زوجها اخر الايام شباب زوجها قلت هالثانية ما تفيدني بعد هي شو تريد بكورنكيات طلعتها رديتها شنو عش الطيطة القديمة الخنزرلية رديتها عليها من جديد لان شباب شو قمت اهدب الفصل قام يعوف الحمام يريد يشرد لان هو لطش على ذيكه شو تريد ما قشتريت من صبي دقيقه يا معود قاعد نصور لطش على ذيكه وترك هاي هسه شنو هو جبت له حله وذبيت له هذا الطيره رجع لها من جديد ذاك الحمام مالتنا اللهم صل على محمد وآل محمد شفت اني جمع 2-4 وذاك الطير مولية شباب الفحل هذا اللي قام يرجع لي ذاك حمامنا الفحل هذا رجع لي بهذل الحمام تبهذل شوف هذا يا صلى على محمد وآل محمد جاب اليوم لعب غير هاي شنو هاي تدق اليوم طبعا نلف حول وياهن ثيناتهن يوم بعد يوم قاعد يتحسنن هذا الشباب هيك يطب مسافة هيك بعد حتى لو يخبط يشرد اذا هو ما بيحظ يريد يوقع صح لو لا بس خلني استني شباب هذا شباب الفحل قام يعوف الحمام ويجي يصفق انا هيك الشغله ما تاكل عندي طاير ينزل عن الحمام لا الله وكيل قبل احسبه ما هو خلينا نشوف شو اللي بيجتمع لنا كم يوم
صار آدم صار اللي ما صار لا والله هم طلعان لا ربا فرق لا ربا ترق. ونرجع لكم شباب شنو نرجع وياكم مي شاملية البصفر شاملية هنا هاي البصفر شوفوها شباب جبت لها هذا مال كالسيوم وهم بعد ماكو يعني صار لها تقريبا حوالي شكلكم بالست ايام اكثر من ست ايام اي والله قاعد ابلع بيها خلصت الكرتونة كلها وهي لسه شنو وهي ما مبيضة طونا رايكم شباب ذن البحولة اثنين هل جهزين هل بعدهين شنو رايكم شباب ترى هواي بالتصوير قاعد اقبعاني ذولا ويا من اندقى وقلنا خلنا نصور لكم اليوم المطيار ولو مو ذاك المطيار هو المفروض من الصبح اذا تردون اصور لكم ان شاء الله من الصبح الفصل تحياتنا هاي الطيور لكل من يتابعنا وكل من يطلايك كل من يشترك بقناتنا تعليق حلو ردنا على ما يصير لنا واهز ننشر يوم لعبها غير اليوم اليوم اللعب شباب يعني غير يختلف عن ذيك الايام لعبها نعمة من الله اليوم حلو لا باس يلا منا وراح ننهي الفيديو نريد لايك والاشتراك